الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله امر الله سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته وعلماء امته اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان وحيد اللهم احفظ الامه واكشف الغمه عن هذه الامه في انحاء العالم كله يا ذا العزه والقوه اللهم ارحم الامه اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ الحرمين الشريفين وزدهما تعظيما وتكريما اللهم ادخل في قلوبنا وادخل في قلوب المسلمين والمسلمات تعظيم الحرمين الشريفين وتعظيم شعائرك يا الله يا رحمن اللهم اجمع هذه الامه على الكتاب والسنه يا ذا العزه والقوه اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم اهد اصحاب الممالك الاسلاميه واجمعهم على الكتاب والسنه ووفقهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الاسلامي اللهم يسر لهم امورهم ويسر لنا امورنا اللهم اعنا على امور ديننا ودنيانا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولازواجنا ولاولادنا ولاصدقائنا ولاعزتنا ولمن اوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن واحسان علينا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني